فيكن بمطبخ نيرباك. اليوم رح نحضر الكفتة والبطاطس بالصينية، وصفة غنية ولذيذة ترضي كل العيلة ومثالية لوجبة غدا سريعة. لتحضير الكفتة والبطاطس بالصينية منحتاج 500 جرام لحمة غنم مفرومة ناعمة، ربع باقة بقدونس مفروم ناعم، 5 حبات بطاطا مقطعة دوائر، 3 حبات طماطم مقطعة دوائر، حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم، 4 ملاعق كبيرة سائل طبخ ليرباك، ملعقتين صغار معجون طماطم، ملعقة كبيرة دقيق، ملعقة صغيرة بهار حلو، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، 3 ملاعق صغيرة ملح، كوبين مي. يلا نحضرها. منحمل الفرن على حرارة متوسطة. بصينية فرن زجاجية نسكب ملعقتين كبار من سائل طبخ ليرباك، منصف شرايح البطاطس ومنوزع فوقهم باقي كمية سائل الطبخ. ننتقل لتحضير خلطة الكفتة. بوعاء كبير منوضع البصل، نص كمية البهار والقرفة ومنخلطهم. هالخطوة أساسية للتخفيف من حدية البصل. منضيف البقدونس ومنخلط من جديد. أخيراً منضيف اللحمة، ملعقتين صغار ملح وملعقة الدقيق. نعجن جيداً لنحصل على قوام متماسك للكفتة. منشكل أقراص من الكفتة بهالطريقة. ومنصفن على الصينية فوق البطاطس ومنوزع فوقهم شرايح الطماطم. ننتقل لتحضير صلصة الكفتة. بوعاء مندوب معجون الطماطم مع كوبين مي ومنضيف عليهم باقي الملح، البهار الحلو والقرفة ومنحركهم جيداً. منوزع الصلصة فوق صينية الكفتة. غطي الصينية بورق ألومنيوم ومندخلها على الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى تنضج بشكل كامل. من بعدها منسحبها من الفرن ومنقدمها ساخنة. وهيك منكون حضرنا الكفتة والبطاطس بالصينية مع سائل طبخ ليرباك.